انا شايف ان الشباب هم اللي صنعوا ثورة 25 يناير، وهم لحد النهاردة بيحافظوا عليها بثوراتهم المستمرة الدائمة. وجامعة القاهرة بالتأكيد هي منبع الحياة السياسية في الحياة المصرية. يعني مشاركة الشباب في الحياة السياسية بعد الثورة بقت احسن، بقت اوسع، في مجال حرية اكتر، بيقولوا اراء كويسة احسن، طبعا مش خايفين، بتفيد وفي اوقات يعني بتضر. ان شاء الله الحياه السياسيه مفتوحه قدام كل الشباب، وان شاء الله هنشارك، بس يعني لازم في وقت. انا شايفه ان مشاركه الشباب في الحياه السياسيه بعد الثوره تختلف كتير عن قبل الثوره. يعني بعد الثوره بقى ليا ارائي الشخصيه، بقيت اعرف اتكلم بمنتهى الحريه، بمنطلق الحريه، بقيت اعرف اعبر عن رايي، بقى ما فيش اختلاف في الاراء. لا شك انه بعد الثوره صار في يعني نشاط واضح جدا لدور الشباب هذا، بس هو اللي للاسف انه فيش توجه واضح، او بتحس انه الهدف يعني تايه، فلازم يكون في توجه. هو في نشاط موجود، لا شك النشاط موجود، النشاط حلو، شباب وطاقه، هذا الشيء موجود عند كل الشباب سواء كان قبل الثوره او بعد الثوره. طبعا تغيرت بكتير، يعني انا عن نفسي كنت قبل الثوره ما بشاركش في اي انتخابات ولا اي حاجه، فدلوقتي بعد الثوره حسينا ان صوتنا واصل وكل حاجه، يعني راينا واصل، بقى بنشارك في الانتخابات، ودي احنا دلوقتي عايشين في الثوره ولازم نتكلم في السياسه ونتابع الاخبار اول باول، لان الدوله مش هتقف الا بمتابعه الشباب للحياه السياسيه. بقينا نعبر عن راينا سواء في الجامعه سواء بره الجامعه، بس ولكن انا افضل ان احنا نعبر بره الجامعه افضل، يعني عشان عايزين ان التعليم وكل حاجه تفضل ماشيه زي ما هي، وما فيش مشاكل ان احنا نعبر في التحرير في اي مكان، ما فيش مشكله. انا شايف ان مشاركه الشباب بعد في السياسه بعد ثوره 25 يناير اختلفت تماما عن قبل الثوره. يعني في حاجه طلعت اسمها ائتلاف الشباب، كانش في حاجه اسمها كده خالص، وكان الشباب ما يعرفش يعبر عن رايه، كان كل هم الشباب ان هم ازاي هيكون حياته قبل لكن دلوقتي كل شاب بيعرف يعبر عن رايه، بيقول لا انا عايز بلدي دي تبقى احسن، انا عايز النظام الفاسد ده يتشال، انا عايز اشوف بلدي احسن من مكانة قبل الثوره. يعني طبعا المشاركه السياسيه بعد الثوره بالتاكيد انها ازدادت، وكانت يعني بالثوره فاعله، فبالتاكيد بعد الثوره حتكون اكثر فاعليه، بس احنا نتمنى انها تكون المشاركه تكون مشاركه فاعله وبناءه، ما تكون مشاركه سلبيه. يعني احنا ما بدنا المشاركه السلبيه، هي المشاركه سلبيه او ايجابيه في النهايه مشاركه، ولكن احنا معنيين في مشاركه مدروسه وبناءه تهدف إلى بناء البلد، ما تهدف إلى تعطيل المصالح أو تعطيل الحياة في الدولة.